مشاهدينا، ولمتابعة تطورات المشهد في فلسطين على خلفية استمرار انتهاكات الاحتلال وفشله في تحقيق أهدافه في ظل صمود المقاومة، وبالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول أستاذ الدراسات المقدسية الدكتور عبدالله معروف. دكتور عبدالله، مساء الخير. مرحبا بكم. أهلا بكم. وعبر سكايب من بروكسل منسق المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية الأستاذ أحمد فراسيني. مرحبا بكم أستاذ أحمد. أهلا بكم. أهلا، حياكم الله. نبدأ مع دكتور عبدالله. رغم استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة في اليوم 96، نجحت المقاومة في تكبيد الاحتلال المزيد من الخسائر. بما تفسرون استمرار المقاومة بعد كل هذه المدة بهذه القوة؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا يعني ما يظهر واضحا ان الجيش الاسرائيلي لم يكن يتوقع ان تكون الفصائل الفلسطينيه في قطاع غزه بهذا الاستعداد الكبير فعلا، لان الاحتلال الاسرائيلي ينظر الى الفلسطينيين بشكل عام دائما، كان ينظر اليهم نظره دونيه، وهذا الكلام واضح في تصريحات عدد كبير من قاده الاحتلال، خاصه من التيار اليميني المتطرف في دوله الاحتلال الاسرائيلي، وهذا الكلام هو الذي يفسر مفاجأة الاحتلال دائما بأي تحرك تقوم به الفصائل الفلسطينية المختلفة الموجودة في قطاع غزة، وإضافة إلى طبعا التحركات الموجودة في مناطق أخرى مثل الضفة الغربية. هذا الكلام يبين أن الاحتلال لم يكن مستعدا أبدا لما حدث، وحتى مع مرور 3 أشهر منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، لم يستطع الاحتلال حتى الآن أن يستوعب الضربة ويستوعب حقيقة الحدث وحجم الحدث بشكل واضح، وبالتالي ما زال يتعامل مع قطاع غزة من خلال نظرة التيار اليميني المتطرف الذي يسيطر على الحكم في دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم، بزعامة طبعا المنظري هذا التيار سموتريتش وبن غفير، لديهم يجران بنيامين نتنياهو ناحية توسعة الحرب وليس فقط يعني الاستمرار فيها في هذه المرحلة. نعم. بالتالي من الطبيعي أن يفاجأ الاحتلال أكثر وأكثر في الفترات القادمة، وخاصة أنه يضغط على جيشه، ولم يعد سرا الآن الخلاف الداخلي بين قادة الجيش من ناحية وبين بنيامين نتنياهو الثلاثي بنيامين نتنياهو وسموتريتش وبن غفير في ما يتعلق باستمرار هذه الحرب، ولذلك من الطبيعي أن نجد هذه المفاجآت الكبيرة التي تبين عدم قدرة الاحتلال على استيعاب الوضع الحقيقي على قطاع غزة. وقد أعلن أكثر من مرة المتحدثون باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المسألة أصعب بكثير مما يتخيل الناس، خاصة أننا نتكلم عن حوالي أكثر من 500 كيلومتر تحت الأرض من الأنفاق التي لا تستطيع دولة الاحتلال تفكيكها بهذه البساطة كما يدعي وكما كان يدعي طوال 3 أشهر الماضية بنيامين نتنياهو. طيب أستاذ أحمد، هنا السؤال عن أداء هذا الجيش الذي يتفاخر بأنه الأفضل في المنطقة، كيف يرى الإسرائيليون أنفسهم أداء هذا الجيش؟ يعني أنا ربما هذا ليس بتخصصي، ولكن ما أستطيع قوله بأنهم اليوم طبعا هم يدعمون هذا الجيش بكل ما أوتوا من قوة من أجل تحقيق عملية، بغض النظر عن الشكل المطلوب من ربما من جهات مختلفة في المجتمع الإسرائيلي، ولكن المطلوب هو إنجاز المهمة، الإفراج عن الرهائن، الإنجاز على حماس أو المقاومة الفلسطينية بشكل عام، ولكن حقيقة هناك ما هو أكبر من ذلك. نعم. حتى أن يعني كما نرى بأن الانتخابات أتت بالمتطرفين الإسرائيليين أصلا أو المتطرفين الصهاينة الذين أتوا من أجل إما تهجير الفلسطيني أو استعباده أو قتله، ولذلك يعني بالنسبة لهم وكما قال ضيفك الكريم بأن الفلسطيني لا يجب أن يكون، يعني الفلسطيني الحقيقي لا يجب أن يعيش أصلا، ولذلك اختلفت الوسائل والطرق بإنهاء هذا الفلسطيني وإحلال هذا الكيان بمحل هذا الفلسطيني بكل أشكال ممكنة، إن كانت من خلال الاستيطان بالضفة الغربية وتهجير الفلسطيني من مدينة إلى أخرى أو من مكان إلى آخر، أو بما يجري بغزة، أو ما يجري مع الفلسطيني في 48، أو ما يجري مع الفلسطيني في الشتات، يعني الوسائل مختلفة ولكن الهدف واحد طبعا في هذا المجتمع الصهيوني المتطرف، ولا نستطيع تبرئته من هذا التطرف وهذا الإجرام أي كان يسارا أم يمينا في هذا المجتمع، إلا أن يعني الصفة أو يعني المظلة العسكرية الإجرامية الموجودة لدى هذا المجتمع هي ربما الصفة الأكبر، أو ربما يعني ما أريد قوله المظلة الأوسع لهذا المجتمع الصهيوني الذي يحتاج
لضمان وجوده أن يتخلص من وجود الآخر. نعم دكتور عبد الله، أيضا يعني بعض من الشارع في الكيان المحتل يصر على وقف إطلاق النار، إلى أي مدى يؤثر هذا الصوت على متخذ القرار في الكيان المحتل؟ هل سينصاع إلى المطالبات بإيقاف إطلاق النار وإيقاف الحرب وإرجاع المحتجزين بمفاوضات أو بصفقات معينة، أم سيستمر نتنياهو بطريقه المجهول حول أو بشأن استمرار الحرب؟ لنكون واضحين في هذا الموضوع، هناك أكثر من عامل في يعني يؤثر على هذه المسألة، وليس فقط العامل الداخلي. اليمين المتطرف الذي يدعم بنيامين نتنياهو يرى الآن أن التيارات التي تدعم وقف إطلاق النار في داخل دولة الاحتلال، خاصة من تيارات الوسط وتيارات يسار الوسط، حتى بعض يمين الوسط أيضاً يدعمون وقف إطلاق النار، يرى فيهم أعداء داخليين. يعني حقيقة المسألة ليست متعلقة فقط بالوضع الداخلي الإسرائيلي، وإنما بالدرجة الأولى الشيء الذي يجب أن أو الذي يمكن أن يكون مؤثر بأكبر درجة ممكن على قرار مثل هذا القرار، قرار وقف إطلاق النار، هو بلا شك الضغط الخارجي وخاصة بالضغط الأمريكي. ونحن هنا نلاحظ بشكل واضح أن الصورة العامة ما زالت غير مكتملة عند صانع القرار الأمريكي فيما يتعلق بوقف الحرب، وهذا الكلام أيضا ينطبق على الداخل الإسرائيلي. الداخل الإسرائيلي الآن منشق إلى نصفين، ليس الغالبية العظمى من التيارات في داخل دولة الاحتلال الإسرائيلية واقفة مع فكرة إيقاف الحرب في الوقت الحالي، وإنما هناك عدد لا بأس به يقف مع هذه الفكرة، إضافة إلى تيار لا بأس به أيضا ما زال مصرا على موضوع استمرار الحرب. وهذا التيار ميزته في دولة الاحتلال هي قوته بالمقارنة بالتيار اليساري الذي يعتبر الآن أضعف إلى حد كبير. هناك عامل أساسي يمكن أن يلعب دورا كبيرا جدا في هذا الموضوع، وهو سقوط حكومة نتنياهو فيما لو قرر بن غانتس فعليا الانسحاب من حكومة نتنياهو. وهذا هو الذي تراهن عليه القوى المنافسة لبنيامين نتنياهو، القوى المعارضة لبنيامين نتنياهو على رأسها طبعا يائر لبيد، التي ترى أن سقوط حكومة بنيامين نتنياهو هو الحل الوحيد والمباشر فعليا باتجاه وقف إطلاق النار، وباتجاه التحرك بناحية الوصول إلى تفاهم لإطلاق سراح الأسرى وغير ذلك من الشؤون التي تطرح منذ بداية الحرب، خاصة فيما يتعلق بوقت إطلاق النار. لذلك نحن هنا أمام مشهد معقد حتى في الداخل الإسرائيلي. لا يوجد قوة الآن على الأرض فعليا في الداخل الإسرائيلي تستطيع أن تقرر وتجبر بنيامين نتنياهو إلا في حالة سقوط حكومة بنيامين نتنياهو وانقلاب، وهذه النقطة الأساسية، انقلاب بعض أقطاب حزب الليكود نفسه على بنيامين نتنياهو، خاصة أن بنيامين نتنياهو الآن بدأ موقعه في حزب الليكود نفسه يضعف بعد استطلاعات الرأي الأخيرة التي لم تعطيه أكثر من 12 مقعد فيما لو جرت الانتخابات في هذا اليوم، في مقابل مقاعد هائلة أكثر من 33 مقعد لبني غانتس وحده. فلذلك نحن يعني أظن أن الضغط الداخلي من حزب الليكود يمكن أن يكون له أثر كبير جدا، ولكن القرار إذا اتخذ في الولايات المتحدة الأمريكية بوقف أطلاق النار بشكل كامل فلا بد أن يتوقف نتنياهو، ولن يستطيع أن يتحرك خطوة واحدة إلى الأمام في هذا الصدد. وأظن أن هذا الأمر يمكن أن يكون له يعني صدى في المستقبل، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية والضعف البادي على حكومة على إدارة الرئيس الأمريكي بايدن في الانتخابات القادمة وفي موقفها المتزعزع الآن من قضية الحرب الجائرة حاليا في قطاع غزة. طيب أستاذ أحمد، هنا أيضا نتنياهو لا يزال يستند في استمراره في القتال لصوت آخر يدعم الدمار حتى يستعيد المحتجزين، بالتالي ما مدى قوة هذا التيار الداعم لاستمرار هذه الحرب؟ ولا سيما أن نتنياهو يتحدث عن تقليص قدرات المقاومة، ولكن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة يقول أن الكتائب دمرت 42 آلية وأجهزت على 22 جندي من مسافة صفر، إضافة إلى تنفيذها 52 مهمة وكذلك تفجير 4 مداخل أنفاق، كل هذا وهو يتحدث عن تقليص دور المقاومة. لا انظر، هو أي حرب يعني، ونحن إذا تحدثنا عن دولة الاحتلال بحد ذاتها يعني
كان هناك تقليص وكان هناك تأثر بهذه الحرب، ولذلك يعني استنجدت وطلبت في بعض الذخائر التي تأتيها على عجل من الولايات نعم المتحدة، وهناك ما يأتيها من أوروبا. لذلك من الطبيعي طبعا أن تهتز ربما قدرة المقاومة الفلسطينية في غزة، وبالذات بمستواها. يعني دعونا أن لا نبالغ أيضا بمستوى المقاومة الفلسطينية التي لا تصل لمستوى بالتأكيد ليست هناك تكافؤ ما بين الترسانة العسكرية الإسرائيلية وما بين المقاومة، ولكن المقاومة تثبت أو لها دلالات على عملياتها بفيديوهات مصورة وحتى الجنود الذين يتم قنصهم أو قتلهم. نعم، يعني هذا ما أريد قوله نعم بأنه نعم تتأثر المقاومة الفلسطينية بهذه الهجمات وبهذا الإجرام. هناك العديد من الأنفاق ربما دمرت، ربما هناك من الأماكن المهمة بالنسبة للمقاومة وبعض الذخائر ومصانع الذخائر ربما نعم حقيقة تم التأثير، يعني تم تأثرها بهذه الهجمات. ولكن يعني طريقة لعب الفلسطيني، يعني الموجة التي يغني عليها المقاومة الفلسطيني هي ليست نفس الموجة الصهيونية. يعني هناك هذا التفاوت بالعمل وطريقة العمل لا يجعلها بأي شكل من الأشكال بالمقارنة مع بالقوة العسكرية نعم الكلاسيكية كما نعرفها نحن. ولذلك وجود الفلسطيني وحمله للار بي جي او القذائف الحديثه التي يستخدمونها، او قنبله ترمى على جنود، او الاداء الذي نشاهده على الشاشات اليوم هو بحد ذاته بطوله. هذه البطوله التي لا يريدها الاحتلال او رؤيتها او التاثر بها بغزه، وانما هو يفترض يعني بالنسبه له انه يحق له التجول بقطاع غزه كما يريد، كما يتجول ببعض مدن الضفة الغربية التي يحكمها هو نظام ربما يريد أن يلوي ذراع الاتفاقيات المقاومة وأوسلو إلى ما ذلك. بكثرة يريد لي لوي ذراع المقاومة بكثرة التدمير وتهجير سكان قطاع غزة حتى يضعف دعم المواطنين والشعب الفلسطيني في غزة للمقاومة. بالأمس مثلا أو أول أمس حينما يعني تم قصف تل أبيب ببعض الصواريخ الفلسطينية، يعني أنا ركزت ليس على الخبر نفسه أو على صورة الصواريخ التي تخرج، وإنما على ردة فعل الناس بالخلفية. يعني كانت هناك الزغاريد والتهليل والتكبير والصراخ نعم والتصفير، يعني حينما خرجت هذه الصواريخ من قطاع غزة إلى تل أبيب، وهم يعرفون تماما ردة الفعل التي ستأتي من هناك وطبيعة القصف والتدمير وإلى ما ذلك. إلا أن ذلك يثبت حتى اليوم بأن هناك حاضنة شعبية لهذه المقاومة لا تزال الفلسطينية، ساندة لها. نعم والتي تجسد الكرامة عمليا لهذا الشعب والمطالبة بالحرية مهما كلف الأمر. نعم نحن ندفع الأثمان غالية جدا، ولكن بقاء المقاومة في هذه الفترة، يعني تنفس المقاومة ووجودها على الأرض، هذا يعني الكثير. ونحن بمرحلة ربما عض لعبة عض الأصابع، فمن يصرخ أولا؟ وكما نرى فعلا نحن نصرخ من الحزن، ولكن صراخ العدو بأسباب أخرى. وأرى نعم بأنه فعلا اليوم الصراخ يأتي من الطرف الآخر. طيب دكتور عبد الله، أيضا بعد أن أنهى وزير الخارجية الأمريكي زيارته إلى تل أبيب، هل بالفعل حمل طلبات القادة العرب المتمثلة بوقف إطلاق النار كما أكد قبل زيارته؟ وكيف يمكن قراءة الموقف الأمريكي رغم الزيارات المكوكية لوزير الخارجية للمنطقة؟ أنا لا أظن أنه حمل أي شيء للحكومة الإسرائيلية أو لأعضاء الحكومة الإسرائيلية، أنا لا أظن أنه حمل أي رسائل، بغض النظر عن ما قاله بلينكن أو ما تحدث به بلينكن، أنا لا أظن أنه قام بذلك ولا بأي شكل من الأشكال، لسبب بسيط أن الإدارة الأمريكية الحالية هي الطرف الآن في الصراع وليست وصيفة. يعني يجب أن نفهم هذه المعادلة ويجب أن تفهم هذه المعادلة من قبل الجانب العربي بشكل كامل. بلينكن عندما زار تل أبيب أول مرة مع بداية الأحداث، قال بكل وضوح، قال أنا أزوركم الآن ليس بصفتي وزير خارجية الولايات المتحدة، ولكن بصفتي يهودية بالدرجة الأولى. فبالتالي أضف إلى ذلك طبعا أن بايدن كان يتحدث بشكل دائم عن أنه كون صهيوني وأنه مرتبط أيديولوجيا بدولة الاحتلال الإسرائيلي. لذلك نحن نتحدث هنا عن إدارة أيديولوجيا مرتبطة بدولة الاحتلال ومرتبطة بكل ما تمثله الآن حكومة بنيامين نتنياهو من
جنون فيما يتعلق بهذه الأزمة. بشكل واضح لاحظنا أنه لا يوجد أي مسؤول أمريكي قد انتقد إسرائيل فعليا لما تفعله من القصف وقتل للمدنيين وحتى للصحفيين. الناطق باسم البيت الأبيض يعني أمس فقط قال بكل وضوح وبكل أسف التعبير يعني بكل بجاحة يعني قال بكل بساطة أنه والله نحن لا نظن أن إسرائيل تستهدف الصحفيين، هذا بعد قتل 100 صحفي. إذن متى ستستهدف الصحفيين إذا لم تكن تفعل ذلك؟ لذلك أنا أظن أن الولايات المتحدة، أو لا أقول الولايات المتحدة بل الإدارة الحالية، إدارة بايدن، وضعت نفسها في نفس الخندق مع بنيامين نتنياهو بشكل كامل. لذلك أنا لا أظن أن هناك أي ضغط يمكن أن تضغط به هذه الإدارة إلا في حالة واحدة، تحت الضغط الداخلي الأمريكي يمكن لهذه الإدارة أن تفعل أي يعني أن تفعل ضغوطها على هذه الحكومة الإسرائيلية. فقط في حالة واحدة لإنقاذ نفسها فعليا من الفشل في الانتخابات القادمة، وهذا الذي يعني يراهن عليه فيما يتعلق بالإدارة الأمريكية الحالية. لكن غير ذلك لا أظن أن هناك أي شيء يمكن أن يعني يوصل الإدارة الحالية إلى مرحلة أن تصبح وسيطا في هذا في هذه الأزمة، خاصة أن بلينكين يعني في أي مكان ذهب إليه كان ينقل بالعكس، لا ينقل وجهة النظر العربية إلى الطرف الإسرائيلي، وإنما ينقل وجهة الطرف الإسرائيلية إلى الطرف إلى الأطراف العربية المختلفة، وهذا ما كان واضح في كل زياراته المكوكية. والآن هذه الزيارة لا أظن أنها تختلف عن الزيارات الماضية بأي شكل من الأشكال، خاصة بعد أن استمعت إلى ربما أيضا إسرائيل لا تنصاع لطلبات بقدر ما تنصاع إلى ضغوطات وأوامر. بالتأكيد يعني نحن أمام حكومة ترى نفسها فعليا يعني عدلا للجميع، وقبل أيام حتى عندما شعر مجرد شعر يعني شعرت حكومة نتنياهو بأن هناك يعني احتمالية لأن يمارس بعض الضغط عليها، خرج بكل وقاحة يعني بن غفير وقال نحن لسنا نجمة في العالم الأمريكي. بالتالي هذا الكلام يعني أن هذه الحكومة لا يمكن أن تنصاع بأي شكل من الأشكال إلا لضغوط حقيقية من الولايات المتحدة، والولايات المتحدة قادرة على أن تضغط على إسرائيل وقادرة على أن تفعل ما تريد مع إسرائيل في حال كان هناك إرادة فعلية. هل هناك إرادة فعلية لدى الإدارة الأمريكية الحالية؟ بكل وضوح لا يوجد إدارة، لا يوجد إرادة فعلية من الإدارة. لأن هذه الإدارة تنظر للموضوع نظرة أيديولوجية وليس نظرة سياسية. وهذا الشيء المدهش في الموضوع أنك تغامر وتقامر بمستقبلك السياسي لأجل دولة أخرى، وهذا الذي يفعله بايدن بكل شيء يعني بكل طريقة غير مفهومة سياسيا بأي شكل من الأشكال. طيب أستاذ أحمد، أيضا صحف أو صحيفة عبرية تؤكد أنه هناك مصادر مصرية تبلغ الوفد الإسرائيلي الموجود في القاهرة أنه تم تجديد المفاوضات بشكل رسمي حول الإفراج عن المحتجزين. هل هناك ربما رشحت مواقف علنية من الموافقة أو من المقاومة بأنها وافقت أو ربما تفاوض على هذا الموضوع؟ يعني كما علمنا من المقاومة القليل من عبر الإعلام، ونتذكر كلمات الشهيد قبل استشهاده في بيروت بأنه قال أنه لا مفاوضات حول الإفراج عن أي رهائن تحت إطلاق النار والقصف، وهذا موقف للمقاومة الفلسطينية، وعلى ما يبدو أنه تم التفاوض عليه مع الفصائل الأخرى وعليه إجماع فلسطيني، ولذلك يعني لن يلوم أحدا المقاومة الفلسطينية على الاستمرار بالمقاومة حتى يتم وقف إطلاق النار ووقف هذا العدوان على الفلسطينيين أولا. ثانيا طبعا المفاوضات هذه يؤيدها الكل بل ويدفع لها الكل، ويحاول أن يجعل منها كهدية للفلسطينيين، يعني وكأن الذهاب إلى المفاوضات من أجل هدنة إنسانية من هنا أو هناك، وهذا ما قاله بلينكين، وهذا ما قاله أيضا جوزيف بوريل، وما قاله الآخرون من الأوروبيين وغيرهم، بأنه لابد من الذهاب إلى هدن مؤقتة، هدن إنسانية، وقف إطلاق نار إنساني، ولكن لم يتحدثوا جميعهم عن وقف هذه الحرب، وقف إطلاق نار شامل ضمن عملية مثلا وقف للحرب. وهذا ما صمم عليه بلينكين أيضا، وهذا ما يعني ضمنيا يقوله الأوروبيون، ولكن طبعا كان حديث لجوزيف بوريل بأنه يجب وقف قتل المدنيين وتقليل الأعداد، إرسال المساعدات والإفراج عن الرهائن. نلاحظ بأنه يعني اليوم لا يوجد، يعني يبدو جليا، وهذا حتى ما نفهمه من كلمات جوزيف بوريل بالأمس بالسعودية حينما قال بأنه يعني على ما يبدو، وحتى من جولة بلينكين على ما يبدو بأنه لا يوجد
طرح سياسي، طيب. لا يوجد عملية سياسية حقيقية أو التي يرتبط بها كل شيء. حقيقة اليوم لا يوجد عند الفلسطيني أي ثقة بأي اقتراحات، فقط بأن تقول للفلسطينيين سآتي لكم بالدولة، سآتي لكم بحل الدولتين، الواو، وكأن الشيء يعني عظيم، يعني نحن انتظرنا أكثر من 30 عاما ولم يكن شيء. وما أتت السابع من أكتوبر إلا لغياب الحلول السياسية التي كان بالفعل. يسأل عنها الفلسطيني، وإنما كان الحديث عن الفلسطيني فقط ضمن مفاوضات التطبيع مع الدول الأخرى. وأظن بأنه لو وجد بلينكين وبوريل يعني ردا صارما واضح المعالم في الدول العواصم العربية في الأيام الأخيرة، لما عاد ليناور بقضية تدفيع الفلسطينيين ثمن حل سياسي جديد من خلال الحديث عن إرسال مثلا البعثة الأممية أو حل الدولتين بهذه السطحية والسذاجة بالحديث عن هذا الموضوع، أو هدنة من هنا أو هناك، أو إرسال المساعدات. أظن بأنه عاد ليتحدث عن المبادرة العربية التي يعني ولت ولم يطبقها العرب أنفسهم، ويأتي بالحديث عن حلول، ولكن لا يوجد طرح سياسي حقيقي لحل سياسي للقضية الفلسطينية الذي حاولوا تغييبه قبل السابع من أكتوبر حتى أتت المقاومة بهذه العملية. شكرا لكم، شكرا جزيلا. من بروكسل منسق المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية الأستاذ أحمد فراسيني، شكرا لكم. ونشكر أيضا من إسطنبول أستاذ الدراسات المقدسية الدكتور عبد الله معروف، شكرا جزيلا على حضوركما معنا، شكرا.